ابرز المطالب التي نمررها من خلال هذه المسيره هي امكانيه مراجعه مقترح التوقيت الصيفي او السنوي الذي اقترحه السيد الوالي، الذي يضيف ساعه من الزمن يوميا بمعدل 10 ساعات في الاسبوع، فالمساعد الصيدلي عليه ان يشتغل 54 ساعه في الاسبوع بدل 44 ساعه التي تنص عليها المدونه، بالاضافه لاضافه 5 ايام في الشهر جميع القطاعات كتخدم شهر وتخلص، الا المساعد الصيدلي منفروض عليه انه يخدم شهر وخمس ايام بدون اداء. هذه المقاربة الإقصائية التي استشارت الصيادلة دون مساعديهم كأن التوقيت لا يعني إلا الصيادلة، في حين على المستوى الواقعي اللي موجود في الصيدلية واللي كيداوي المغاربة واللي كيجبروه المغاربة المواطنين في الصيدلية هو المساعد الصيدلي، هو اللي كيداوي المغاربة، هو اللي موجود دائما من المفسح حتى للشطابة بحال اللي كنقولوا. نطالب من الإدارة الترابية أن تراجع هذا القرار وأن تتراجع عن ظلم هذا القطاع، أولا بإمكانية تقنين هذا القطاع، جميع مهن الصحة لها قوانين أساسية منظمة إلا قطاع مساعدي الصيادلة يعيش فوضى عارمة، وبدل النص على احترام مدونة الشغل كسقف قانوني وحيد ينظم العلاقة بين المساعد الصيدلي والصيدلي تم خرقه وفق القرار الذي عدل القرار العاملة 2002 والذي سيصدر مؤخرا. نحن نبلغ في هذه المسيرة الحاشدة التي خرج منها مساعدي الصيادلة عن بكرة أبيهم عن احتجاجنا عن هذا القرار وإمكانية تطوير الخطوات التصعيدية كحق دستوري للاحتجاج على هذه المظلومية، فلا يمكن للإدارة الترابية أن تتحيز للمواطنين وأن تظلم مواطنين آخرين اسمهم مساعدي الصيادلة.